الجمهور الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير، متابعي برنامج كورة على الهواء مباشرة. حلقة جديدة نبدأها بالعناوين. المنتخب الوطني يكثف من تحضيراته قبل مواجهة الإمارات بعيدا عن وسائل الإعلام. التحاق لاعبي المنتخب الوطني زيدان والحمادي وحسين علي وجست الميران ببعثة أسود الرافدين ببغداد. قبل مواجهة العراق، منتخب الإمارات يفقد خدمات 7 لاعبين بداعي الإصابة. المنتخب الإماراتي يصل إلى الرياض تحضيراً لمواجهة أسود الرافدين في التصفيات. حمادي أحمد: ليس لدينا مشكلة في هجوم المنتخب الوطني وأتمنى التوفيق للاعبين. اتحاد الكرة يدعو رئيسي نادي كربلاء والناصرية لمناقشة القمة المرتقبة التي ستحدد المتأهل للدور الممتاز. عبر حسابه الرسمي، محترف الزوراء أسامة بولتواك يلمح باستغناء الكادر التدريبي عن خدماته. مشرف القوة الجوية أحمد خضير يكشف عن مفاوضات الصقور مع أيمن حسين. شرار حيدر: الإدارة التي لا تمتلك الأموال لا تعتبر ناجحة. طائرة الشرطة تخسر من البيشمركة ضمن الدور المحلي. المنتخب الوطني يكثف من تحضيراته قبل مواجهة الإمارات في السعودية بعيدا عن تواجد وسائل الإعلام في وحدة تدريبية مغلقة. نشاهد. الكل يعرف أكو أسباب مختلفة، مو أسباب فنية. أكو لاعبين لم يكونوا معنا بالقائمة مو لأسباب فنية، لأسباب أخرى اللي نأمل إن شاء الله في قادم الأيام أن يكونون إضافة للمنتخب الوطني. مباراه بالتأكيد هي صعبة، يعني الفريقين يحاولون يحصلون على نقاط المباراة. فريق الإماراتي فريق متحفز، جاي بأكثر من دافع، عند التعادل عند الفوز بالتأكيد يريد يحسم التأهل مبكر، لكن هذا الشيء ما يثني نهائيا. إحنا أمام خيار الفوز في مباراتين. بالنسبة لنا خاصة مباراة الإمارات مباراة مفصلية، مباراة حاسمة، إذا أردنا أن ننافس على البطاقة الثالثة نتمنى الله يوفقنا. الفترة اللي راحت مرينا بظروف ما توفقنا، يمكن اليوم الكل يعرف تغيير الكادر التدريبي، كابتن غني عن التعريف، مدرب يعرف اللاعبين، أغلب اللاعبين المشتغلين وياه، نتمنى الله يوفقنا إن شاء الله وياه. كل اللاعبين عازمين أنه يقدمون شيء يفرح الجمهور، أكيد حاسين بالمسؤولية، إن شاء الله يكون تغيير كادر التدريبي من صالح المنتخب إن شاء الله معنويا، وإن شاء الله على أرض الملعب يكون هذا التغيير ملموس إن شاء الله. الإعلامي الإماراتي محمد الزعابي: مواجهة الإمارات والعراق صعبة ولا تقبل القسمة على 2. مشاهد. شوف، في البداية احنا يمكن تركنا الكورة من زمان كرة القدم، بس تظل هي اللعبة الشعبية الأولى عندنا في الخليج وفي الوطن العربي. يعني المباراة الأولى انتهت تعادل، وحاليا يعني نحن والعراق وسوريا ولبنان نتنافس على البطاقة الثالثة اللي هي الصعود الملحق. أنا أتوقع المباراة راح تكون صعبة، يعني صعبة على المنتخبين للأمانة. أنا طبعا أتمنى منتخب الإمارات يفوز، وإذا فاز العراق ما راح أزعل، يعني بالعكس أنا التعصب تركنا يعني من زمان، يمكن أتعصب في الرقبي أكثر لكن أتوقع راح تكون صعبة، تعرف، لأن حاليا صار في فترة توقف، كل واحد قاعد يعيد حساباته، فنتمنى أهم شيء تكون لعبة حلوة. ونتمنى احنا نقول لكم بعد المباراة احنا اللي أسسنا الملعب واحنا بنلعب حبيبي. نتمنى التوفيق للفريقين، إذا ما صعد الإمارات تصعد العراق، ما صعدت العراق تصعد سوريا، ما صعدت سوريا تصعد لبنان، بالعكس احنا نتمنى العرب ان يصعدون ان شاء الله ويشرفونا في كل مكان. وفي موقف إيجابي يضاف لمواقفهم الداعمة للكرة العراقية، المعلق القطري الدكتور محمد السعدي بالإضافة إلى الصحفي علي العيسى والزميل الإعلامي عمار علي في جولة بغدادية جميلة يتجولون في بغداد بعد قدومهم من الدوحة من قطر، استعدادا لهذه المباراة المرتقبة بين العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم. محمد السعدي المعلق القطري يؤكد بعد دخوله إلى بغداد ويتحدث عن الأجواء الجميلة في العاصمة، ويصف قرار منع العراق من اللعب على أرضه وبين جماهيره بالقرار الظالم. نشاهد.
احنا بالنسبه لنا هاي بارده ترى على فكره يعني احنا هاي الجو يمكن من شهرين خلص، فاحنا الحين قاعدين نعيشها في بغداد، بس انا طبعا متدفع عامل احتياطات، فالامور طيبه يعني والاجواء حلوه بصراحه. ان شاء الله تتاح لي الفرصه الايام الجايه اني ازور اكبر قدر ممكن بغداد المحظوره، راح نقول ان شاء الله بغداد المنصوره. يعني هو قرار طبعا فاجئنا جميعا بصراحه، احنا كنا مستعدين ان نجي على اللعبه، لكن قدر الله ما شاء الله احتجينا وما في لعبه، لكن ان شاء الله المره الجايه نجي وفي في في لعبه ان شاء الله. خلنا ناخذ من الـ من الـ من الاشكاليات هذه العبر والدروس ان شاء الله. احنا يعني تم، وانا ان شاء الله هدفي حتى مو بس العراقيين بس يعرفوني، يعني تعرف يعني قصه عشق بيننا من سنين يعني، لكن انا مستهدف هالمره في الرحله هذه باقي الدول ان شاء الله يشوفون جمال بغداد جمال العراق من خلال رحلات ان شاء الله راح. هذا اول شيء في السلبات، احبكم وايد، احبكم هوايه هوايه ان شاء الله، وان شاء الله القادم اجمل، وان شاء الله ان هذه رحلتي الاولى ما تكون اخيره ان شاء الله. تحياتنا لكل القادمين إلى العراق، وهذه المواقف الإيجابية التي تسجل بعيدا عن الوفود التي تأتي من دول الخليج لغرض السياحة وفحص الملاعب، وما حصلنا منها أي شيء والحظر مستمر على ملاعبنا. مختصون، مباراة العراق والإمارات ستكون صعبة لكن ليست مستحيلة. نشاهد. يعني أنا بس أعرف يعني طبيعة اللاعب العراقي، اللاعب العراقي دائما بالظروف الصعبة تلقاه ما ينهزم. رسالة لهم، هم لاعبين تخرجوا من هذا البلد اللي ممكن ظروف كثيرة مرت عليه، لكن عاد ونهض ووقف على رجليه. احنا ان شاء الله علينا ان نركز بالمباراة، خاصة الكادر التدريبي والفني، اني يعني اللاعبين بالخصوص يعني ان شاء الله ان يظهرون بمستوى جيد، خاصة المباراة وين ما تكون يعني بالسعودية او في ايران او في اي مكان او في عمان، احنا ان شاء الله علينا المنتخب ان يقدم مستوى جيد، ان يحقق نتيجه. المنتخب رغم الفرصه الضئيله له، لكن كره القدم كل شيء وارد فيها. علينا ان نعبر، علينا ان نعبر الامارات اولا، ليس الامارات وسوريا، خلينا نعبر الامارات اولا، لان لعبه الامارات هي اعتقدها الفيصل اللي ممكن من خلاله نكمل مسيرتنا رغم الفرصه القليله. لاعبو المنتخب الأولمبي يوجهوا رسائل الدعم والمساندة لأسود الرافدين قبل مواجهة الإمارات. نتابع. أولاً رسالة لأخوتي اللاعبين، أقول لهم إن شاء الله كل التوفيق لكم جميعاً، قلوبنا معاكم ونتمنى منكم الأفضل. هي شوف طبعاً المباراة من بملعبك يعني هواية تفيدك معنوياً ونفسياً للاعب، خاصة اللاعب العراقي. بس يعني اللاعبين أكثريتهم لاعبين خبرة، أكثريتهم لاعبين كبار، أكثريتهم لاعبين مباريات خارجية كثيرة، يعني أشوف هذا الشيء ما راح يأثر عليهم. تعرفوا أنه المنتخب الوطني هو حلم الشعب العراقي والشارع الرياضي، أنه الفرحة الوحيدة للشارع هم المنتخب الوطني، إن شاء الله يحققون 3 نقاط، ومو شيء مستحيل أو صعب أنه نخطف البطاقة الثالثة. إن شاء الله تكون رد على عدم سماحنا باللعب على أرضنا، إن شاء الله نحقق شيء إيجابي وإن شاء الله توفيق لهم. طبعا كنا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، احنا لاعبين والجمهور كنا نتمنى اللعبة تكون هنا ونساندهم، لكن قدر الله ما شاء فعل، الله يوفقهم وين ما يكونون ان شاء الله. روابط جماهير الأندية تقدم رسائل الدعم والمساندة للمنتخب الوطني قبل مواجهة الإمارات. والله احنا شوف بدنا يعني يقدمون يعني جهد على مود يحققون نتيجة. احنا موقفنا صعب، واحتمال يعني حتى لو نغلب الأندية ما نصعد، يعني موقفنا صعب، لازم يقدمون ويمتعون الجمهور العراقي اللي راح يحضر 23,000 على مود نطلع بصورة حلوة، وإحنا كجماهير عراقية راح نشجع المنتخب فايز أو خاسر أو متعادل. والله رسالتي إلى لاعبي المنتخب الوطني يكونون في هذه المباراة رقم صعب، وتظهر معادن اللاعب العراقي. إذا قالوا أسود الرافدين نكون في هذه المباراة بمعنى كلمة أنه أسود الرافدين، وهذه رسالتي تتمنى توصل لهم وفرحون هذه الجماهير إن شاء الله. اللاعبين يعني ما عاد ما أعرف يعني ما عندهم غير شغلة الفوز، يعني الفوز ينقلنا من حال إلى حال. لاعبين يكونون أكثر حماس، أكثر انضباط داخل الملعب، نطالبهم بأنهم يبذلون جهد مضاعف. نريد منتخب يليق بالكرة العراقية، منتخب نشوف منتخب قديم. أملنا كبير باللاعبين، احنا عندنا إمكانيات، عندنا مهارات، عندنا موجودة لاعبين
على مستوى عالي يمثلون العراق خير التمثيل إن شاء الله. أمنا كبير باللاعبين بأن يقدموا كل ما لديهم من أجل العراق أولا ومن أجل الجماهير ثانية. تحية أخرى مشاهدين الأكارم ضيوف كورة هذا المساء، كل من الأستاذ علي لفتة المعلق الرياضي الكبير. مرحبا بك أستاذ علي، حياكم الله، منورنا في برنامج كورة. مرحبا بك، نورك أستاذ علي، تحياتي إليك ولمشاهدي برنامج كورة ومشاهدي قناة الفرات. حياكم الله، وأيضا سيكون معي الكابتن حسن أحمد مدرب فريق النجف. مرحبا بك كابتن، عبر الأقمار عاش من شافك وسمع صوتك، وين مختفي هاي الفترة؟ حبيبي أستاذ علي أحييك وأحيي الأستاذ الكبير المعلق أستاذ علي ومشاهدي قناة الفرات وبرنامج كورة. شو ماكو كابتن حسن؟ والله شوية مقطوع عن الإعلام. مو عوايدك، شو عجب؟ والله أحسن شوية الفترة الأخيرة، ابتعدنا. حياك الله واهلا وسهلا بك استاذ علي. نتحدث عن المباراه، نحن على بعد امتار من مباراه الامارات، كيف تقرا الاجواء؟ بدا تحيه للمدرب القدير حسن احمد الاخ والصديق العزيز. المباراه يعني في غايه الاهميه، هي مفتاح لا خيار الا الفوز في مباراتي العراق وسوريا. الإمارات تبحث ولو عن نقطة واحدة من مباراة العراق سعياً أن تخرج بنتيجة إيجابية أخرى أمام كوريا الجنوبية. أيضاً عندك طرف آخر هو لبنان، لبنان يسعى أن يفوز في مبارتين عسى ولعل أن يحصل على البطاقة الثالثة. إذن الأمور متشابكة لثلاثة منتخبات أو لثلاثة منتخبات، هي العراق والإمارات ولبنان. طموحنا أن نخرج من المبارتين بنتيجتين إيجابيتين، وبعد ذلك لكل حادث حديث. كابتن حسن، اكتملت الصفوف، التحق المحترفين، الوضع طيب، معسكر في بغداد، شلون تقرأ الأجواء، قراءتك لهذه المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أكيد احنا يعني أنا حي الإعلام العراقي الرياضي اللي هاي الفترة بدأ يدعم المنتخب بشكل كبير. أدعم أشكر الجمهور العراقي، أشكر جميع الرياضيين اللي دا يقدمون دعم المنتخبهم. أكيد هذا كنا نحتاجه من المباريات السابقة، لكن الآن إحنا يعني بوضع نحتاج إلى دعم لإخواننا وأبنائنا اللاعبين إضافة للمنتخب الوطني. أنا أعتقد المنتخب يمر بحالة جيدة، عكس إيجابيات يعني خلال هاي الفترة القليلة من خلال التشكيلة والتشكيل، إضافة أسلوب اللعب يعني مع زامبيا الفريق قدم مستوى جيد، التشكيلة ثابتة عكس ما كان يحصل بالمباريات السابقة. كل مباراة لها تشكيل شكل، إلى أسلوب لعب شكل، أكو لاعبين يعني بدأ المدرب يحورهم إلى مراكز غير مراكزهم. فالآن شاهدنا أن المدرب المحلي الكابتن القدير عبد الغني شهد اللي قام بخطوات سريعة رغم يعني الفترة القليلة اللي استلم بها المنتخب، لكن شاهدنا أكو نسبة من التطور، أكو نسبة من الروح المعنوية اللي بدأت تظهر على اللاعبين العراقيين والمنتخب العراقي. احنا الحقيقة يعني المباريات السابقة فقدنا هوية المنتخب، منتخبنا كان عنيد أمام المنتخبات، أصبح منتخبنا يعني كل الفرق تسعى إلى حتى لبنان يعني ما استطاعنا نفوز عليها، سوريا ما استطاعنا نفوز عليها، لكن الآن أنا يعني مطمئن أنه هوية المنتخب وشخصية المنتخب العراقي رجعت إلى سابق عهدها، ونتمنى أنه رغم يعني صعوبة المباراة لكن أنا شاهد منتخبنا إذا ركز يعني تركيز على هاي المباراة ويلعب بأريحية، ما يعني ما نحتاج احنا ضغوط نفسية ونعتبرها انه هاي مباراة حرب او رد اعتبار، لا، مباراة عادية نعتبرها حتى الفريق يركز. انت شاهدت امس يعني برشلونة ريال مدريد، يعني كيف كان برشلونة مركز على المباراة فاز بكل أريحية وبكل سهولة، عكس الفريق اللي كان مضغوط يعني ضغط نفسي، وشاهدنا انه يعني كانت المباراة عليها صعبة. لا، هذه نقطة مهمة استاذ علي، راح يأثر ما حصل من نقل مباراة وتفاصيل وحديث الشارع حضر كروي على العراق على تركيز اللاعبين في هذه المباراة؟
طبعا له تأثير كبير، وهذا يعني واجب الاتحاد وواجب المدرب أن يخرج اللاعبين من هذه الأجواء. الأجواء أصبحت أجواء سلبية نوعا ما، تغيير المباراة، كل الجمهور عنده طموح أن يلعب أمام جماهيره وعلى أرضه. تعرف أنت اللعب على الأرض أمام الجمهور يعني يغير من حال إلى حال كثيرا، يعني الجانب المعنوي يكون أكثر وأكبر مما أن تلعب خارج أرضك، ولو أن العراقيين تعودوا أن يلعبون على ملاعب خارج أراضيهم، وهم المنتخب الوحيد في العالم اللي وصل إلى نهايات كأس العالم دون أن يلعب مباراة واحدة على أرضه وأمام جماهيره. أود أن أذكر شيء واحد، أنه الآن الوضع المعنوي للاعبين بتواجد المدرب المحلي أفضل بكثير مما كانت عليه معنويات اللاعبين بتواجد أدفوغات وبيتروفيتش. أعتقد الآن الوضع أسهل للمدرب وللاعب في نفس الوقت. أعتقد أنه الآن على غني شهد أن يستقر على التشكيلة ويختار التشكيلة المناسبة للمباراة، وأعتقد يعني في تقدير الآن اللاعبين وضعوا موضوع الحظر وموضوع المباراة خلف ظهورهم، التركيز الآن 100% على المباراة، ونسأل الله التوفيق في اللقاء القادم. السيد أحمد الموسوي عضو اتحاد كرة القدم معي عبر الهاتف، مرحبا بك سيد أحمد، حياكم الله. احنا كوسائل إعلام وجماهير تعبنا من كثرة الأقاويل والحديث، نقلت المباراة عادت المباراة، نقلت المباراة عادت المباراة. البيان الأخير سيد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك علي ولضيفك الكريمين الأخ العزيز الأستاذ علي لفكة والأخ أيضا الكابتن حسن أحمد، تحياتنا أيضا لمشاهديكم. اليوم هذا الحديث اللي صار ربما لم يرد أي شيء رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الخصوص حول نقل المباراة، يعني استعدادات المنتخب للسفر الى المملكه العربيه. لا 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 لا، قبل الاستعدادات سيد احمد الله يحفظك لا تحكيها هيك هامشيه وتعبر، المباراه بالسعوديه خلاص نقطه راس سطر. لا مو انا اقول لك انا بعدني ما مكمل ترى ما رحت لا مو رحت للاستعدادات مو استعدادات الفنيه لا زين قلت لك استعداداتنا للسفر الى السعوديه موجوده ولم يرد اي شيء رسمي بنقل المباراه، ثلاث مستعدين على كيفك. يلا ممتاز، شو وقت السفر؟ ايام غد ان شاء الله بعد الاجراء الوحده التدريبيه الاخيره. زين، الا يعتبر هذا السفر متاخر نوعا ما سيد احمد؟ الثلاثاء سفر المباراه يوم الخميس؟ لا طبيعي، انه كل المباريات كل المنتخبات اللي خاضت المباريات الاخيره في ظل جائحه كورونا حتى يستعد المنتخبات بصوره جيده جدا، خاصه وان يعني الاجواء في العراق وفي السعوديه تقريبا متشابهه في الجو الربيعي يعني. ايضا بالنسبه لارضيه الملاعب راح يكون هناك وحده تدريبيه واحده في الملعب الرئيسي للمنتخبين العراقي والاماراتي، وشيء طبيعي انه راح يكون يوم الاربعاء الوحده التدريبيه اي قبل 24 ساعه من مباراتنا. طيب مع المنتخب الاماراتي هذا شيء طبيعي، يعني كل المنتخبات اللي في مجموعتنا تروح قبل يوم واحد الى الدول. استاذ علي عنده مداخله، استاذ علي لفته تفضل، شنو سؤالك؟ استاذ احمد، احنا ظلمنا بنقل مباراتنا امام الامارات على اساس انه اربيل انقصفت قبل مده يعني لا يمكن تكون سبعه او لا ثمانيه ايام، الان اكو قصف بالسعوديه ولم يبقى للمباراه الا اربعه ايام، اين القرار الدولي بنقل المباراه ايضا من السعوديه؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ وين دور الاتحاد؟ انت مثل ما تعرف استاذ علي ويعرف المشاهدين بان القرار اللي صدر من الاتحاد الدولي هو قرار ظالم، ونحن اعصبنا على الموضوع وراسلنا الاتحاد الدولي. نفس الوقت بعد مراسلتنا الاتحاد الدولي اتخذنا طريق اخر هو اللجوء الى محكمه كاد، يعني احنا اتخذنا المواقف القانونيه اللي هذا الامر، وايضا علمنا الاتحاد الدولي برساله الى الاتحاد الدولي بان عليهم التراجع في هذا القرار وان القرار ظالم، أن العراق جاهز لاحتضان المباراة. نفس الوقت احنا ذكرنا بالرسالة بأنه في حال تثبيت المكان في يعني خارج العراق وفي بلد محايد سنلجأ إلى محكمة كاس واتباع كل الترتيبات القانونية على ضوء ذلك. هذا عمل الاتحاد، يعني راح باتجاهين، مخاطبة الاتحاد الدولي وأيضا الذهاب إلى محكمة كاس، هذا دور الاتحاد. نفس الوقت ايضا رحنا الى الطرق الدبلوماسيه عن طريق المؤسسات، يعني تعرف رئاسة الوزراء والبرلمان وكل الجهات ذات العلاقه، ايضا علمناها بالامر للتدخل السياسي
وبالفعل كان هناك تدخلات في الجانب مع الجانب الإماراتي اللي ذكر بأنه يرغب باللعب بالعراق، ولكن القرار جاء من الاتحاد الدولي. الكيل بمكان طيب نعم الاتحاد الدولي هو الذي يعني ذكر هذا الموضوع. الكتاب الرسمي لم يشر إلى أي شيء آخر يعني غير أنه قرار. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد إذا سمحت لي، هو الاتحاد الدولي لما صدر قرار ولغى المباراة أن تلعب في العراق بسبب قصف أربيل، طيب الآن يخلينا نلعب بالسعودية وأكو قصف على السعودية، وين قرارات الاتحاد الدولي؟ وين الانضباط اللي يكون معمم على كل العالم وعلى كل منتخبات العالم؟ يعني هذا ما تشوفه أنه أكو شيء مقصود على العراق؟ إذن المفروض الآن بما أنه هم ألغوا المباراة بالعراق بسبب القصف، الآن أيضا يجب أن تلغى المباراة بسبب القصف في السعودية. الآن ها رأيك، تتصور ما موجود عند الاتحاد العراقي أستاذ علي؟ طيب أنا أقول وين دوركم على هذا الجانب؟ يعني أنتم رايحين للسعودية ما معترضين أنه أكو قصف بالسعودية؟ أستاذ علي الاعتراض شيء والذهاب شيء آخر، إذا ما تروح تخسر 3-0. إحنا أستاذ أحمد إحنا مو يم الاتحاد، هذا المفروض الاتحاد الدولي اللي اتخذ قرار قبل أيام، المفروض نفسه يتخذ قرار هذه الأيام بما حدث مشابه ما بين العراق والسعودية. أستاذ علي أنا أتفق وياك والكل يتفق. أنا دا أقول لك بأنه الاتحاد العراقي يعلم تماما بأن هذه الظروف. الآن كان على الاتحاد الدولي أن يتعامل بالمثل مع الجميع مع الكل ويتعامل بسواسية. سيد أحمد السؤال يمكن أفسره بطريقة ثانية وبلسان الشارع الرياضي، يقول ألا يمتلك اتحادنا القدرة باستخدام السلاح اللي يستخدمه ضدنا؟ ومن سافر للسعودية بذريعة خاف على لاعبينا؟ أكو قصف مثل ما تستخدمتوا ضدنا، غيروا المكان. يعني وصلت الرسائل للاتحاد الدولي علي، لكن الاتحاد الدولي يصر على أنه تقال في السعودية. أنت ممتاز، شكرا جزيلا. أنا دا أقول لك علي، أنا هذا الموضوع أنا أعرف أنه علي، أنا أيضا إعلامي وحديث ووطني وعراقي خلاص طبعا، وأرسلنا وكنا حريصين نتقال المباراة في بغداد. ما صار في بغداد الاتحاد الدولي ذكرنا في بيان أيضا إنه قرار ظالم وجائر ومجحف بحق كرة القدم العراقية، وتصرفنا التصرفات القانونية اللازمة. بعد ذلك صار الخيار بأنه هناك دولة اللي رحنا إلى الأردن، الأردن أيضا اعتذرت بكتاب رسمي بأن الملاعب غير جاهزة، أرضية الملاعب اللي موجودة. رحنا باتجاه آخر إنه لبنان أيضا ملاعبها غير جاهزة، مو صحيح مو ملعب، احنا اشكلنا على ملعب لبنان. فالخيارات صارت بالاتحاد العراقي اما المملكه العربيه السعوديه او سلطنه عمان. وبعد الحديث مع السيد المدرب كابتن عبد الغني شهد تفضل المملكه العربيه السعوديه على سلطنه عمان. يعني هو خيار الكابتن عبد الغني شهد باختيار السعوديه. احنا الاتحاد وضع امامه خيارين وكابتن تفضل السعوديه على الاردن. تفضل السعوديه على لا مو على الاردن، لا على عمان. سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك سيد أحمد. سمحت لي زميلي على هذه نقطة سوداء للاتحاد الدولي. يعني الآن أثبت بنفسه أنه هو يجامل قراراته مجاملة، ولا لو كانت القرارات جدية وواحدة مثل ما انحسبت عليك تنحسب على بلد آخر. إذن الآن أثبت الاتحاد الدولي بقراره بمنع اللعب في العراق قرار مجامل، وإلا لو قراراته واحدة ويستند عليها كان أيضا نقل المباراة من المملكة العربية السعودية. كابتن حسن بالعراق إذا أطقطق طاقي يرجعون الحظر على العراق، بغير دول صواريخ واضحة بوسائل الإعلام لا تلعب المباراة بهذه الدولة. أكيد يعني إحنا نستغرب من هاي القرارات. يعني العراق من السابق هو مظلوم بهذا الأمر، والآن يعني خلال هاي المباريات أكيد هناك ظلم كبير. لكن أنت شوف، أنا أعتقد يعني مو الاتحاد الدولي، أكو من ساهم بإجبار الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي يعني لعب دور بنقل المباراة في سبيل التأثير على المنتخب العراقي. هذا يعني باين بالموضوع. يعني مثل ما قال أستاذ علي وطرح موضوع مهم، انه كيف الان قصف في السعودية والمباراة ما تتأجل، في حين بالعراق في اربيل بعد كيلوات واجلوا المباراة ونقلوها. فاكيد هناك ظلم، والبات الشارع العراقي كله يعرف هذا الظلم ومن اين اتى هذا الظلم. زين استاذ علي، وفود رايحة وفود راجعة ما بين البصرة وبغداد، وانت لك تعليق على السوشيال ميديا بهذا الموضوع، شنو تعليق؟ تعبنا من البطولة 20 الى اليوم. يعني
ناس رايحة ناس جاي، يعني واللي موجود ويخرج يعطيك أمور إيجابية ويخرج بنتائج إيجابية. ننتظر القرار يوم 30، عسى ولعل يعني أن تكون البطولة في العراق، ولكن يعني الأمل ضئيل وقليل. أنت تتوقعها راح تقام بالعراق؟ والله بعد ما أعرف، بعد هذا الظلم اللي حدث من الاتحاد الدولي أمننا بالأشقاء، وهو الظلم يجي أولا من الأشقاء قبل الأصدقاء. ظلمونا هواي؟ البعيدين نعم ظلمونا مظلومين. وإحنا حتى بطولة الخليج يعني بال79 ما كان عندنا إلا ملعب الشعب والكشافة، وقد نظمنا بطولة. اليمن نظمت بطولة بأسوأ الظروف. إحنا الآن عندنا ملاعب لا يمكن، يعني الكويت اللي موزع أن تكون هي البديل ما عدت ملاعب مثل ملاعبنا، بدليل أنه اللجنة اللي زارت الكويت قبل أيام لم تكن مقتنعة بملاعب الكويت. إحنا متوفر عندنا كل شيء، لكن أعتقد أنه الجانب السياسي يلعب دور في إقامة المباراة. زين، نتحدث عن الوفود الإيجابية اليوم، حضور محمد السعدي، علي العيسى، زملائنا اللي كانوا خارج العراق إجوا وشافوا الوضع في بغداد، إيش قد ممكن يساهم هذا الموضوع؟ هذه رسائل، لكن من يسمع؟ من يسمع؟ هل يسمع الاتحاد الدولي؟ ما أنا قلت لك قبل قليل الاتحاد الدولي الآن نقطة سوداء في تاريخه وفي قراراته. كيف ينقل مباراة من بلد قبل 10 أيام صار قصف بمحافظة تبعد 400 كيلو، واليوم أكو قصف بدولة راح تستضيف مباراة القصف أقرب للملعب من البعد ما بين بغداد وأربيل. يعني هذا ظلم. أما تواجد الوفود ببوادر من القنوات من شخصيات رياضية، هذا يشكل فد عامل إيجابي بالنسبة لنا. يعني الآن هذه رسائل تؤكد أن البلد آمن. مباراة زامبيا الجمهور اللي راح يتواجد في الملعب بمباراة العراق والإمارات، حتى وإن كانت لا توجد مباراة على الملعب، هذه رسائل كلها. لكن يعني اليوم القرار يؤكد لك أنه وكأن الشيء مقصود على العراق أن لا يلعب، وأن المجاملات واضحة في هذا القرار. سفر منتخبنا كابتن حسن بوقت متأخر، لو طبيعي أنه يسافر منتخبنا يوم الثلاثاء والمباراة يوم الخميس بوجود لازم فحص فيروس كورونا وإلى عندك رأي أستاذ علي بهذا الموضوع؟ لا لا تفضل أستاذ حسن. كابتن حسن لا أكيد يعني هو يعني قبل 48 ساعة أنا أعتقد يعني طبيعي. يعني هي مو أنت رايح من قارة إلى قارة في سبيل أنه تتأقلم الساعة البيولوجية على ظروف البلد، لكن هي يعني بلد محادي للعراق أكيد ما يحتاج ذاك التأقلم، يحتاج إلى عملية تدريب قبل يومين يعني بالملعب. وهذا أتحدث عن الفحوصات وصارت يعني بينا بإيران وصارت بينا بلبنان وطلعت النتائج إيجابية وأبعدنا لاعبين بسبب كورونا يا كابتن. بس ماخذ احتياطات 30 لاعب هي أكيد هاي أنا أعتقد يعني أكيد المنتخب يعني باعث أسماء كثيرة من اللاعبين. أنا أعتقد يعني كانت يعني نقول المباريات السابقة اللي حصل بها الإشكال على يعني فحوصات كورونا أكيد يعني الوفد العراقي خال البديل لهذا الموضوع، يعني أي لاعب ممكن ينحرم، أي لاعب ممكن وجود بديل مناسب لهذا الأمر. أعتقد يعني الاتحاد العراقي أخر مغادرة الوفد لسببين، الأول عسى ولعل أن يأتي قرار مغاير وبالتالي وصول المحترفين اللي قطعوا لهم تذاكر وأمنوا وصولهم اليوم مكتملة صفوف المنتخب. وصل اليوم، وصل زيدان، علي الحمادي، وبالتالي المدرب ماخذ حساباته يعني ماخذ 30 لاعب حتى إذا بعده 10 هو مسيطر عنده 20. شنو رأيك بوصول اللاعبين المحترفين إلى بغداد خاصة يعني بعضهم هذه المرة الأولى اللي يدخل بها إلى والله بغداد؟ يعني ظاهرة إيجابية كلش يعني مفرحة. واليوم اللي الخبر اللي سمعته أنه جستن من المطار إلى التدريب إلى تمرين المنتخب، يعني ما قبل يروح للفندق جاء دايركت إلى تمرين المنتخب. اللاعبين وبجهود من مدير الفريق والاتصالات بالعوائل هم 4 محترفين، مهند يصل فجر اليوم أو فجر غد، وتواجد اليوم علي الحمادي وزيدان وجستن. حسين علي أيضا وصل إلى بغداد. حسين علي كلاعب يعني محلي عراقي، لكن نقصد على اللاعبين اللي احنا سميناهم مغتربين ووصولهم إلى بغداد لأول مرة يتواجدون يعني يلعبون هنا ويتمرنون هنا، وكان أملهم وطموحهم أن يلعبون أمام جماهيرهم، لكن قدر الله وما شاء.
من اللي ممكن يشكل إضافة كابتن حسن من اللاعبين اللي ذكرهم أستاذ علي من اللاعبين المحترفين تتوقع له؟ والله أكيد يعني الكابتن غني يعني أكثر اللاعبين هذول لعبوا وياه بالمنتخب الأولمبي وعنده تصور كامل ومتابع يعني عملية اللاعبين وجودهم ضمن الأندية مالتهم. أكيد هنا هو راح يختار الأجهز، يعني كلهم جاهزين لكن أكو الأجهز اللي مستمر بالدوري ممكن يعني متواجد بالمنافسة، فأكيد وخياراته راح تكون دقيقة بهذا الموضوع. غيابات يعني سبع لاعبين عن المنتخب الإماراتي، المواقع تتحدث كابتن إذا نتحدث عن خلفان مبارك، إسماعيل مطار، سباستيان تيغالي، وعبد الله رمضان، طحنون. أكيد أستاذ علي هو أي لاعب يعني بالمنتخب يعني موجود البديل، يعني إحنا الآن إذا يغيبون خمسة أو ستة عندنا بدلاء جيدين، يعني أنت مو من هذا مو نادي، هذا منتخب. المنتخب يعني جميع اللاعبين هم مستويات متقاربة نقول إذا ما كان مستوى واحد، فما أعتقد غياب أي لاعب يأثر. كذلك الفريق الإماراتي هو منتخب عنده 30 لاعب ممكن يغيبون خمسة ستة ما يأثرون أنا أعتقد، لكن بالأندية أنت اللاعب اللي ممكن يغيب أنت تتأثر لأن تدي الأندية مو مثل المنتخب الوطني. طيب ممتاز، بشكل عام وفقا للظروف من الأوفر حظا من المنتخبات اللي ذكرتها لخطف البطاقة الثالثة أستاذ علي؟ شوف إحنا طموحنا أن تتعثر لبنان أمام إيران في الجولة القادمة نفوز على الإمارات، لكن فوزك على الإمارات وعلى سوريا مرهون بتعثر الإمارات أمام كوريا الجنوبية. إذن يعني مثلا نقول بالعامية حصبة وجدري، حسابات معقدة فنتمنى أن نخرج بالفوزين على الإمارات وسوريا، وبعد ذلك نمن النفس بأن تتعطل الإمارات أمام كوريا الجنوبية. فضلا عن أن المباراة هذه الأولى لعبد الغني شهد مع العراق ولمدرب الإمارات، لا تنس أنت ممكن هم المدربين كل واحد راح يدخل بخيار تكتيكي يختلف عما سبق من المباراة، يعني أول مباراة يعني لا غني شهد راح يستفاد ممكن يركز على إمكانيات اللاعبين الفردية، لكن كخطط تختلف خطة المدرب الأرجنتيني ممكن تختلف، حتى المدرب الأرجنتيني ما راح يستفاد من مباريات العراق السابقة لأنه التكتيك اللي يلعب به المدرب السابق يختلف ربما عن تكتيك المدرب غني شهد، لذلك الصراع في الميدان راح يكون لمن يستطيع أن يسيطر على وسط الملعب مبكرا ويفرض نفسه. الربع ساعة الأولى أعتقد مفتاح المباراة للمنتخب العراقي، إن سجلنا في الربع ساعة الأولى سنفوز في المباراة. وهذا السؤال كابتن حسن، مدرب جديد للإمارات، مدرب جديد لمنتخبنا الوطني، فالأوراق مو جدا مكشوفة ولا طريقة اللعب ولا التكتيك راح يخلي أكو غموض بهذه المباراة. أكيد هنا أنا راح يكون عنصر المفاجأة موجود، يعني أنا أقول لك المدرب اللي راح يدير المباراة بشكل جيد من خلال ظروف المباراة أنا أعتقد هو اللي راح يفوز بالمباراة. يعني مثل ما قلت حضرتك أستاذ علي إحنا يعني ما عندنا معلومات مسبقة كاملة على نقول عندنا معلومات، لكن الوضع تغير الآن بوجود مدرب جديد والمدرب العراقي هم جديد يعتبر، فأكيد هنا أنا عنصر المفاجأة تكون موجود ضمن ظروف المباراة اللي راح تحدث. يعني مثلاً قراءة المباراة خلال الإجراء يعني سير المباراة، هنا التغييرات نقول تحول المباراة، يعني هي المباراة تكون بها عدة تحولات، هنا خبرة المدرب راح تلعب دور بالفوز. زين إذا تحدثنا عن مباراة زامبيا كابتن حسن، كشفت الأوراق للكابتن عبد الغني شهد، وقف على جاهزية اللاعبين بشكل كامل؟ والله أكيد هو عنده معلومات على كل اللاعبين أعتقد، لكن أنت تعرف قدوم لاعبين المغتربين أكيد هنا راح يكون تغيير بالتشكيل. أنا أعتقد التشكيل نفس التشكيل اللي نزل مع زامبيا، لكن ممكن أنه بعض العناصر زامبيا بدون مغتربين كابتن حسن معقولة يلعب نفس التشكيل؟ الأنصار عنده أكيد زامبيا جاب بدون محترفين، لأن تدي أنت المنتخب الزامبي أكيد لا أكثر لاعبين هم يلعبون
بالاحتراف بالدوري الفرنسي بالدوري الانجليزي. احنا المباراة هي كانت بروفة ممكن انه وكانت مباراة معنوية اكثر من هي فنية. انا اعتقد اكو متغيرات راح تحصل خلال مباراة الامارات. انا اعتقد يعني انت مو نقول الخبرة انه المدرب يكشف اوراقه في مباراة زامبيا اللي هي تعتبر مباراة تجريبية، لكن هو المدرب ماذا اراد من المباراة؟ هو سجل بعض الملاحظات اللي ظهرت بالمباراة واكيد راح يستغلها بالشكل الايجابي في مباراة الامارات. زين، يعني ما معناه انه المنتخب الوطني سيلعب باسماء مغايرة ربما امام. شوف الان غياب سعد ناطق صحيح اربك التشكيل واستدعاء رسلان حنون بدلاً. اعتقد في المباراة امام زامبيا كانت خيارات المدرب متغيرة وطريقة لعبه انه يلعب بثلاثة في العمق وعلى الاطراف، لذلك تشوف انه الثلاثي اللي سيكون في عمق الدفاع مغاير لما كان مع زامبيا. عندك بالارتكاز غياب أمجد عطوان عن المباراة، غياب سعد عبد الأمير عن المباراة ودخوله في الشوط الثاني، وجود جيستن، وجود اللاعبين المغتربين. أعتقد اليوم بكرة التمرين راح تكون التشكيلة الأساسية اللي راح تخوض المباراة ويعتمد عليها في تمرين غد والتمرين ما قبل المباراة. تغييرات أقل تقدير يعني 5 لاعبين عن تشكيلة، يعني نصف الفريق عن تشكيلة مباراة زامبيا. سيكون ابتداء ربما حتى حارس المرمى يكون جلال أو يكون تغيير. أنت ايش تتوقع؟ يعني جلال لو محمد حميد؟ أعتقد يعني بتقديري سيكون جلال، سيبدأ بجلال، جلال وسيبدأ بمناف وأحمد وربما يعني يزج بعلي فائز كمدافع ثالث أو عباس قاسم. مناف يونس، مناف وأحمد، أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم يعني وعلي فائز غير، يعني تبديل سعد ناطق ما بين مناف ما بين علي فائز وعباس قاسم. زين، ظهير يسار بعد تكملت التشكيلة، هو سيكون ضرغام موجود وشركه على اليمين وسيزج بأمجد وسعد عبد الأمير في الارتكاز. زين، يبقى خلف المهاجم سيكون بشار وأيمن حسين، هذا توقع للتشكيلة. بعد لاعب كابتن جست وين عندك على شبه اليسار بشار وأيمن حسين، بعد لاعب للأمام جستن اسم آخر زين. أما جستن وأما إبراهيم بايش. زين، يعني نبدأ بأيمن حسين مو علي الحمادي 100%؟ لا لا، علي الحمادي ولا أيمن حسين، وسيكون بديله مهند. طيب زيدان إقبال احتياط، ممكن يلعب وممكن ما يلعب، هذا متروك. لا وفقا للي أسماء اللي عددت ليها أقول لا، بس احنا قلنا التشكيل يعني الخماسي الوسط، لا طبعا متوقع خماسي يعني. الوسط ايه. هذا يعني ممكن يعني أنت عندك الارتكاز ما ممكن أن يتخلى عن أمجد عطوان وسعد عبد الأمير طبعا ومحمد علي عبود، ثلاثتهم ثلاث ارتكاز، ثلاثتهم يلعب، ممكن يلعب بشار على اليمين وجستن على الشمال، أو ممكن يزج بجستن بالشوط الثاني يستفاد منه ويلعب إبراهيم بايش. زين، يعني التشكيلة لا تغيب عن هذه الأسماء الـ14. يعني كابتن حسن، ما دام تحدث أستاذ علي عن الأسماء، رأيك وهو سؤال متداول بالشارع الرياضي تحديدا، إبعاد علي حصني، محمد قاسم، وقاع رمضان، هذه الأسماء البارزة عن قائمة المنتخب، كيف تراه وأنت عامل بالدوري وعارف بمستوياته؟ والله أكيد أستاذ علي، يعني أنت تعرف كل مدرب إلى رأيه يعني، وكل مدرب إلى خياراته، وكل مدرب يختار ضمن أسلوبه وضمن التشكيل اللي راح يلعب به. هو بعاد اللاعبين يعني مو فد شيء نقول شيء خاطئ، لا هو مدرب وإلى حرية التصرف باختيار الأسلوب وباختيار التشكيلة والتشكيل ونوعية اللاعب اللي راح يلعب في هاي المباراة. احتمال في مباراة أخرى راح يكون تغيير مثل باستخدام علي حصني أو بعض اللاعبين اللي تم إبعادهم، وهو ما تم إبعادهم لغرض أنه هذول اللاعبين غير مؤهلين وهاي، لكن في هاي المباراة قراءة المدرب تتطلب أنه وجود فلان لاعب عن فلان لاعب، فأكيد هو المدرب هو صاحب الخيارات وهو المسؤول عن تشكيله والتشكيل والأسلوب اللي ممكن. مشكلة الظهير اليمين كابتن حسن ما لقينا لها حل، لا مع المدرب المحلي ولا مع المدرب المحترف. شيركو كريم يلعب ظهير يمين من خط الهجوم،
والله أنا كذلك مستغرب، يعني أنا أعتقد هاي ما تفوت على الكابتن غني، لكن أنت تدي الفترة القصيرة يعني هو الآن مجبر أنه خياراته تكون محدودة يعني لكن أكو في الدوري العراقي أكو دفاع مدافعين يمين جيدين، إحنا عندنا بالنجف أحمد عبد الحسين الآن من اللاعبين جاهزين، أحمد نعيم الآن منتخب أولمبي دفاع يمين، واثنين لهم القدرة أنه يلعبون بالمنتخب الوطني، لأن أحمد كان بالمنتخب الوطني وأحمد 20 فريق بالدور الممتاز الأولمبي. كابتن حسن إذا كل فريق عنده اثنين ظهير يمين معناها عندنا 40 ظهير يمين بالعراق، تجي مع المنتخب الوطني نحور لعب شيركو كريم. هسه هو احنا هي هاي المعضله اللي سجلناها على المدربين الاجانب اللي المحترفين اللي سبقوا الكابتن عبد الغني، يعني كانوا هم يحورون لاعبين يضيفون لاعبين غير مكان المناسب، اكيد هاي كانت، لكن انا اقول لك مع المدرب المحلي انا اعتقد ما راح تكون، لكن قلت لك هذا الوقت احنا يمكن استقرار شيركو بهذا المركز اكثر مباراه لعبه هو كمدافع يمين يعني ممكن المدرب ركز عليه، لكن تقول لي للمستقبل انا اعتقد الكابتن غني راح يوجد لاعب بديل بالمدافع اليمين مركز المدافع مو استاذ علي استدعى مصطفى واستدعى حسين عمار بس انت لو شفت المباراه مع زامبيا انت واجبات لشركه واجبات هجوميه يعني لعب بثلاث مدافعين بس هذا مو مركزه مو مركزه بس حتى الرجل اللاعب اجاد بهذا المركز وهنا انا عندي مشكله وجاوبني عليه ان اجاد شيركو نصفق له مو اعتراض بس من يخفق احنا حاطين العذر مسبقا والله مو مركزه لا تنسى انه اولا الفتره قصيره هو استدعى ثلاث لاعبين لمركز الظهير الايمن حسين عمار ومصطفى وشيركو زين اساسا هو ساحب شيركو كظهير مو كمهاجم وبالتالي في مباراة زامبيا بدأ يعني هو بعدين أضاف مصطفى أيضا زج بمصطفى بدأ من شيركو شيركو أدى واجبات دفاعية هجومية شفت هو لعب ثلاث مدافعين ودفع شيركو إلى اليمين وضرغام إلى الشمال لذلك يمكن هذا أسلوب اللي راح يلعب به أمام الإمارات لذلك الآن الوقت ضيق مو مال اختبارات لاعبين لو عنده فسحة من الوقت كان ممكن أن يستدعي أكثر من لاعب حتى يختار اللاعب المناسب ومع ذلك أنا أقول لك إنه شيركو ده يقوم بواجباته بشكل جيد وفي مركز الظهير. أستاذ علي والله مو اعتراض على شيركو بس أقول إن أخفق إحنا والشارع الرياضي راح نلتمس له العذر راح نقول مو مركزه ما يقدر ما نقدر نعتب عليه فإحنا هنا حاطين عذر مسبق للمباراة. عسى ولا علي يعني يمكن أكو رأي لغني شهد في الموضوع ممكن يزج بمصطفى أو ممكن يزج بشيركو يعني ما تعرف وضع يعني. ممكن ما يلعب بظهير أيمن يلعب بلاعب وسط يجيد الدفاع ممكن يزج بإبراهيم باش على اليمين يجيد الدفاع وما يلعب مدافع ظهير ما تعرف تكتيك المدرب غني في تلك المباراة زين. كيف راح يكون كابتن حسن أستاذ علي تحدث عن وجود أيمن بالمقدمة بعيدا عن بقية الأسماء أنت من وجهة نظرك ماذا تفضل علي الحمادي أيمن علاء عباس مهند عبد الرحيم كلهم تعرف مستوياتهم نعم انا اشوف يعني مثل ما قال الاستاذ علي ايمن هسه الان اجهز لاعب بالنسبه لراس الحربه وشاهدنا احنا بالدوري القطري ده يسجل وده يصنع اهداف وكان يعني حد حركته كانت جيده يعني وخلال المباراه الاخيره يمكن سجل من اروع الاهداف بالقدم اليسار فايمن الان يعني جاهزيه تامه اكيد الكابتن غني هو اعرف بقدرات أيمن حسين لأن هو دربه بالمنتخب الأولمبي وهو يتفائل به يعني أيمن حسين هو من صعدنا بالأولمبيات من فزنا على منتخب قطر بالشوط الإضافي أيمن سجل الهدف وقدر العراق يتأهل كابتن حسن إذا سمحت لي قاطع يعني ليش نستعجل كابتن حسن ممكن يفاجئنا الكابتن غني يلعب بمهاجمين نعم يعني هذا الأمر يعني قد يكون حاضر في مباراة الإمارات ممكن شو رأيك كابتن حسن؟ يعني ممكن يفاجئنا يلعب بمهاجمين أنا أعتقد أستاذ راح يبدي بمهاجم واحد لأن المجازفة هنا محسوبة يعني لازم تكون مجازفة محسوبة وليس بالمجازفة المفرطة نقول
ممكن انه خلال سير المباراه وخلال نتيجه وظروف المباراه ممكن يلعب باثنين مهاجمين اذا مثل لا سامح الله. اكيد اكيد هنا يعني تبقى خيارات المدرب بالمجازفه الحتميه، يعني بعد انت نتيجه المباراه ممكن لا سامح الله تلقينا هدف، فاكيد هنا راح يزيد عدد المهاجمين. لا مو وفقا للمعطيات قبل الدخول الى المباراه كابتن حسن، منو محتاج الفوز؟ احنا لو الامارات، الامارات التعادل يفيدها. لا لا احنا نحتاج، احنا نحتاج الفوز، بس صدقني احنا 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 المنتخب العراقي انا اشوف يعني راح يكون افضل من منتخب من ناحيه المستوى الفني، اضافه الى نتيجه المباراه راح تكون الصالح الجانب النفسي العراقي. والملاحظه اللي قال عليها استاذ بالنسبه للمدافع اليمين، نعم يعني انت تعرف استاذ علي التشكيل، يعني كل تشكيل الى نوعيه اللاعب واسلوب اللاعب، يعني هو قال استاذ علي اذا لعب بثلاثه ممكن يلعب بشيركو يلعب للطرف، واذا لعب بالاربعه ممكن يلعب مصطفى، لان شيركو بالاربع مدافعين انا اعتقد يكون نقطه ضعف بالنسبه للجانب الدفاعي، لكن بنلعب بالثلاثه ممكن يلعب كجناح وكظهير يمين فيخدم، لان هو مواصفاته هجوميه اكثر من مصطفى، فتبقى هنا على التشكيل اللي يختار المدرب. ممتاز زين. إذا تحدثنا أيضا بعد عن توقعات المباراة كابتن حسن قبل أن أختم وياك هذه الحلقة، شنو توقعاتك لنتيجة المباراة؟ والله أنا أتوقع يعني منتخبنا راح يظهر مثل ما قلت مستوى جيد، وإضافة إلى أنا أعتقد يعني مطمئن من الفوز. يعني سابقا يمكن بكل لقاءات ومع حضرتك طلعت أكثر من لقاء كنت يعني متشائم بالنسبة للنتائج مع لبنان مع سوريا، كان ما عندي ثقة بالمنتخب العراقي، لكن الآن أنا شاهد المنتخب العراقي راح يرجع إلى سابق عهده وراح يحقق نتيجة إيجابية مع الإمارات اللي راح تكون هي مفتاح الفوز على المنتخب السوري كذلك. المهم إحنا المهم المدرب هو ما يتحمل أي مسؤولية، الفوز والفوز في المباراتين انا اعتقد ماذا يحصل خلف الكواليس في مباراه الامارات ومباراه المنتخب الكوري هو ما له دخل بها، يعني هو المهم يخلي باعتباراته انه يحقق الفوز والباقي ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ايش كاتب لنا يصير. شكرا جزيلا لك الكابتن حسن احمد، كنت معي من النجف الاشرف عبر الاقمار. شكرا استاذ.